فريحة، أنت معي. مرحبا جانسون، كيفك؟ اهلا وسهلا انسه. وهي خلصنا من هالشغله؟ بالبيت؟ ايه؟ مبين عليكي مبسوطة. أخيرا المشتري دخل بالمدار الصح. حبيبتي. زهرة لساتها هون؟ لا، لما أجيت كانت عم تنظف حمام غرفتي، بعدين حملت حالها وراحت. على ما يبدو شاطرة، بس كأنها عبوسة شوي. يا الله دخيلك. طالعة من دون ما تاخذ اجرتها. على الاغلب كانت مستعجلة كثير. ما شفت هيك من قبل. المهم شغلها نظيف. يا بنت ليه انت شو عملتي؟ شو عملتي يا بنت انت بحالك؟ شو فكرة حالك اذا لبستي هداك الفستان معناتها صرتي شغلة كبيرة كثير؟ يعني شو فكرة حالك صرتي شغلة كبيرة؟ خلص ماما انا شو عملت؟ انا عم شوف عيونك من جوا. قولي لي ليش عم تطلع؟ الله يغضب عليكي. دافعت عنك قدام ابوكي ومحمد. ليش يا بنت؟ ليش؟ لك ليش عملتي هيك؟ بدك مشان تفلتي ولا مشان تروحي على الجامعة وتصيري مثل العالم والناس؟ مشان تصيري محترمة؟ ولك يا غبية هيك ناوية تطلعي من هون يا بنت؟ هيك رح تكسبي الاحترام؟ لك انتي رح تصيري تسلاية غيرك يا بنت، الله لا يسامحك، رح تصيري تسلاية العالم. ماما أنا شو عملت؟ بس فهميني. شو عم تقولي يا مخطوبة لسا عم تسألي شو عاملة؟ ولك انتي كذبتي علي، انتي ما قلتيلي لوين عم تروحي؟ قلتيلي رايحة عند جانسو، على أساس رحتي عند جانسو؟ مع مين نمتي؟ مع مين يا بنت؟ الله يغضب عليكي، وين كنتي؟ خلص
امي انا ما عملت انا ما عاد صدقك بشي. يلا روحي امشي امشي لجوا امشي لشوف. رح طالع كل شي منك. شحي هالتياب لشوف. شحي عاملك شحي هالتياب. خلصي لا تردي بوشي. عاملك شحي تياب لشوف. ايميون رح طالع كل شي منك. والله طالع عيونك. شحي تيابك عم قلك. يلا شحيان يلا شحي لشوف مثل ما عاملك بتعملي. يلا شحي. خلص تركيني خلص. انا ما نمت مع حدا لا تخافي. فكرة هيك بدك تخلصي من عيشتنا اه؟ هيك رح تخلصي؟ فكرك إذا لبستي لك شوية تياب مرتبة رح تخلصي من العيشة؟ هيك مفكرة أنتِ؟ أنتِ بتصيري لعبة الناس، بتصيري لعبة بإيدهم، بيلعبوا فيكي شوي وبيرموكي بزبالة بعدين فهمتي؟ بيرموكي بتصيري زبالة، زبالة. خلص بقى، خلص بقى. فريحة شو صاير؟ بس بسرعة. اجيت محمد؟ اجيت يلا البسي. يلا اوهم. ليش عم تصرخي بوش امك اه؟ لا قال انه مشان قال عندها دراسة وفي ورقة قال مهمة كتير وانا لاني ما بعرف اقرا واكتب رميتها بالزبالة. خلص ما بقى زدتلك شي. خلص يلا لمي غراضك اوام يلا. محمد شو اعمل لك جوعان شي؟ اه؟ لا مو جوعان. اعمل لك كاسة شاي؟ هي شو صاير لها؟ لا ما صار لها شي ابدا، بس البنت عندها دراسة كتير. ونحل هالموضوع. اليوم كمان ما في مجلات بالدكان. طلعت على المحل اللي فوق. الله لا يحرمهم من اخبار المجتمع تبعهم ان شاء الله. محمد يلا امي قوم. عمار استعجل لك شوي حبيبي رح تتأخر. يلا قوام اشرب الحليب وخلصوا. يلا بابا معك مصاري. شو خلصوا مصرياتك؟ خد يلا الله يوفقك بالدراسة. يلا بسرعة امشي اوام استعجل. وقف خد هدول معك. عندك اليوم شي محل تروح عليه؟ في اعلان او اثنين من الصناعة رح روح عليه. يلا ابني. وهدول يلا ناطرينك مو هيك؟ مفكر انه ما في حدا عم يسمع انجازاتك؟ ولا مفكر انه المعلم علي على البركة يعني ها؟ الشخص اللي انطرد من شغله اللي مين رح يرجع يشغله؟ دايما ان شاء الله. محمد لا ترد على كلامه. امي انت خليك مصر ودق كل الابواب. خليك مصر مثل ما قلت لك. يلا خليك مصر. يلا مع السلامه. الله معك ابني دير بالك. الله معك.
ليش ما أكلتي؟ يسلموا رضا، شبعت من دون ما أكل. شو عصبتي؟ لأنه حكينا كم كلمة مع ابنك؟ أيوة هيك لكان. ليش هو ابني لحالي أنا بس، ما هيك؟ ومين هاد المعلم علي؟ مين هو مين؟ أخذ ابني صغير وضل يستغله حتى انتهى. مين هالتافه؟ اللي مين هو؟ محمد عمل عين العقل إنه ترك الشغل عنده. وانتي ليش ما عم تاكلي؟ لا بابا عم باكل. الام وبنتها عاملين فريق ضدي يعني؟ انا رايحه. الله يوفقك ويكون معك. اتركني. يعني بعد كل شيء سمعته والله الواحد ما له نفس ياكل. رح روح اتوضى احسن شيء. امي لحظة خلينا نحكي اذا بتريدي. للاسف ما عرفت ربيك منيح، ما قدرت علمك ولا شيء ابدا، كل شيء تعلمتيه طلع غلط. امي انا هذاك اليوم رحت على حفلة مع رفقاتي بالجامعة، حبيت فرجيهم انه فيني اكون مثلهم. امي أنا أكثر وحدة فهمت إنه ما فيني. الليلة اللي كذبتي فيها وقلتي لي رايحة لعند جانسو، وين ضليتي؟ ضليت ليلتها عند وحدة رفيقتي بالجامعة. أنا ما عملت شي من اللي بيخطر ببالك. أمي أنا ما عملت أي شي مو منيح. هدوك الوردات، هدوك الوردات جابون هداك الشاب. شي الشاب يلي بالمشفى، ولي العهد يلي بتضل جانسو تتطلع على صوره بحب. ها امي انت من وين عرفتي بكل هالشي؟ الامهات بيعرفوا كل شي ولو ما حكوا ولادهم. يا بنتي بعرف انه انا ما فيني احبس لك قلبك، يعني فكرك انا ما بدي قلب بنتي يطير ويحط على اللي بتحبه؟ بس المهم عقلها ما يطير، ما تنسى مين هي. فريحة طلعي فيني، حلفي حلفي براس عمر ومحمد وابوكي وانا انه بعمرك ما تكذبي، ما عاد في كذب ابدا. حلفي انه ما عاد تكذبي، حلفي. زهرة ايه انتي ما طلعتي لفوق لسه؟ كنت طالعة بس فريحة وقفتني شوي، قال بدها تقول شغلة مهمة لجانسو. ايه خلص انا بقلها. الله ينجحها بالمعهد، يلا انتي روحي ما تتأخري، يلا روحي بسرعة. شو صاير عم تتهامسوا مع بعض على الدرج؟ كأنه عم تحكوا سر. سر شو بدنا نحكي؟ بس اجت قالت لي شي وانا رح وصل هالشي للبنت. بلين يلا باي ماما. موفقة حبيبتي. قبل ما تبلشي بدراستك فضل تغيري هالتعبير السلبي اللي على وشك جانسو، يعني مستحيل تحصلي على نتيجة إيجابية وانتي بهالسلبية والنفسية. فريحة صار عندها حبيب. ايه شفتن عم يبوسوا بعضهم. كيف يعني؟
وين؟ كانوا بالحديقة اللي قدام البناية. لا ما عم صدق. وانت كنتي عم تراقبيهم؟ ايه كتير ممتاز، يعني الضم والبوس قدام البناية ما نو مشكلة، بس اذا راقبتهم مشكلة. هالموضوع ما لنا علاقة فيه، كل واحد مسؤول عن تصرفاته. كيف كان شكله حبيبة؟ ما شفته منيح، بس طويل وباينته حلوة. فريحة عندها شجاعة كبيرة، غريب. أبوها ما بيسمح لها تطلع برات البيت وهي عم تعشق وتحب؟ معناها البنت مجنونة كتير. لازم تكون مجنونة. الهيئة الحب ضرب على راسها. صارت بنت البواب عم تعيش حياتها. وأنا عم بتفرج عليها من فوق. لو إنك نجحتي دخلتي على الجامعة، كنتي طلعتي من البيت، وكان صار عندك مشاعر حب وحماس مثلها. طبعاً. وحضرتك متأكدة إنه فريحة لقت حبيبة من الجامعة كمان، مو هيك؟ يمكن أنت نسيتي على أي جامعة عم تروح. يا أما رفيقه لمحمد، أو شغيل بالسوبر ماركت أو هيك شي مثلاً. جانسو، شيلينا من فريحة، أنا عم أحكي عنك أنت. أساساً أنا كنت مفكرة أنك بتعرفي كل شي، لأنه بالفترة الأخيرة كنتوا أصدقاء كتير. آه جانسو. إجت زهرة، سكري على الموضوع. إيه؟ يمكن لو كانت بتخاف على عيلتها ما بقصوا بعضهم قدام البناية. جانسو، أهلا وسهلا زهرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور خالته زهرة. صحة وعافية. شكرا. أنا فايتة لجوا حتى أحضر أغراض الشغل. يعطيك العافية. ألو. أنت رايحة على جهة الغلط. شو؟ طلعي وراك. لو ركبتي بالتاكسي كنت خطفتك. صارت أمر واقع مرة تانية. ما تعودت عليك. رياضي ما عندي مزاج رد على حدا هلا. هاندا اتخذي قرارك بقى، وين رح نعمل لك هالعيد الميلاد؟ ولا رح تضطري تعمليه بدونها؟ طيب ماشي، انا اصلا فتت بالحاله تبع عيد الميلاد. اذا قلت لك هيلز يوم الجمعه. يا الله هذا بجنن. طبعا، لانه ما رحنا عليه ولا مره، وانا كنت عم بسال حالي امتى رح نروح عليه. حبيبتي هذا عيد ميلادي انا، اذا بناسبك. طيب معناها خلينا نحجزه مشان يبين امتيازنا. طيب هذا الشيء اللي رح يفكر فيه سيد أمير، بلكي بيجهز شيء خاص من شاني أنا. يعني رجعت علاقتك مع أمير؟ كأنه كنتوا متزعلين من يوم قصة فريحة؟ أنتي هيك بتفكري، نحن ما حدا بيقدر يدخل بيناتنا. وبخصوص فريحة فهي مرت مثل الريح. كيف يعني؟ تعرفي عادة الرجال بيلحقوا اللي بتهرب منهم. أمير غار على فريحة شوي، بس قصة إلكر خربت كل شيء. هيك ما كان لازم تستخدم اهتمام أمير لتعمل دعاية لنفسها. فريحة صارت من التاريخ. يي ليش سكرتي بوشكوراي؟ هيك أكيد ما في شي مهم. على كل حال بس إجا منحكي. مبارح بلش شاب جديد بالشغل. طيب ماشي، يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك.
السلام عليكم معلم. وعليكم السلام. شو ناطرين؟ شوفت عينك، شو ناطرين؟ ناطرين شغل. شغل باطون؟ والله شو ما بيطلع لنا. باطون، عتالي، شو ما كان، الكل ناطر مثل ما لك شايف. ماشي شكرا. عفوا. ممكن تحاكيني شوي؟ صباح الخير كوراي. صباح الخير هاندا. هذا جاي من الطرف المعاكس، رح حاكي وارجع. ماشي ماشي. يلا هاتي. شو بدك حبيبي؟ المصاري اللي دفعتها للكراج هداك اليوم؟ بلا كذب عجبتيني، لأنه حياتي كلها عم تمر بإعجاب قدام حيلك الصغيرة أنسي هاندا. كيف قدرتي تاخدي السي دي وانتي عم تطلعي جوات عيوني؟ لو سمحت، لو قلت لك كيف ما بيضل أي تشويه، مو هيك حبيبي؟ يعني خلص الدرس والخانم هلا عم تعمل لي اجتماع اولياء امور. اوف، اللابتوب ما عندي وما عم بقدر اعرف اي خبر عن ولي العهد تبعي، يعني تسلايتي الوحيده اخذتها من ايدي وما في اي اتصال مع فريحه. خاله زهره، فريحه في عندها رفقات جداد بجامعتها الجديده؟ يعني في شي حدا عم تقضي الوقت معه؟ الله يسامحك، شو هالحكي هاد؟ شو تقضاية وقت؟ عادي خالة زهرة، مجرد اني عم بسأل عن رفقاتها، لانه اللي بيشوف وشها بيروح على الجنة اكيد، وكل اليوم قاعدة ببيتها وعم تدرس. والله يا بنتي عم تدرس، ليش شو عندها غير الدراسة؟ شو بيعرفني؟ بتكون عم تسرح وتمرح مثلا. يعني لكل نجاح في له مكافآت مو؟ بيئة جديدة، رفقات جداد، ناس جداد. لو انا مكانها هيك كنت بعمل. انت مو بمكانها وهي مو بمكانك ابدا. رح جيب السطل وامسح هون شوي. بس انا كان لازم اكون بمكانها، انا كنت لازم انجح. يا حرام بعينتك مو دريانه بشي. شو بدي بفريحة إذا أمير ما عاد يهتم فيها؟ ما تخاف، ما رح ضيع وقتي عليها. شو صار؟ كتير استغربت، ماني مهتمة فيها أبدا. فريحة صارت من التاريخ. فريحة كتبت التاريخ. Thank you.
صباح الخير فريحة. صباح النور. هاندا أنت منيحة؟ قبل شوي كانت منيحة، كأنه صابتها بردية. هلا عن جد هاندا مدري شو صار لك فجأة. ولا شي، ما فيني شي، معدتي شوي عم توجعني. أيوة يبدو في شي كبس على معدتك. هاندا إذا بدك اشربي لك كاسة مي، بلكي بتفيدك. بدك دواء؟ ما في داعي، أنا رح روح على الحمام شوي. بدك يعني إجي معي؟ ما في داعي، ما بدي ضايقكم من أول يوم. بيكون منيح، نحن أصلاً مبسوطين. هاندا شو يعني؟ كأنه هدول عن جد مع بعض؟ يا ربي يا غبية. هاندا سيد عاصم، شو وضع جانسو؟ أساساً ما لها سيئة إطلاقاً، بس في عندها مشكلة تركيز شوي صغيرة، إذا قدرنا نتجاوزها بمرور الوقت رح تصير أحسن بكتير. فهماني عليك، معناها مشكلة التركيز. طيب لازم نركز نحن على هذا الموضوع. شكراً كتير، ناطرينك الأسبوع الجاي بنفس الوقت. بالإذن. مع السلامة جانسو. إذا صعب عليكي أي شيء فيكي تحاكيني أمتى بدك. شكراً كتير أستاذ. أوف. مشكلتك هي مشكلة التركيز، ليش ما استغربت يا ترى؟ جانسو قلتي لنا ما بدك تروحي على المعهد وأنا أقنعته لأبوكي، وإذا خيبتي له أمله للمرة الثانية رح يكون إلي حصة أنا كمان. أنا عم بعمل كل اللي بقدر عليه. بنصحك ما تحاولي تلاقي لي أجوبة، ماشي؟ نحن اتنيناتنا منعرف ليش ما عم تقدري تركزي منيح، مزبوط؟ لأنك لسه عايشة بعالم الأحلام، وكل عقلك ووقتك عم تصرفيه على واحد ما بتعرفيه جانسو، عم تحفظي أسماء بدل ما تدرسي. ليش؟ ها لسه عم تقولي عم بحفظ أسماء؟ مو أنا اللي كتبتها، عم قلك مو أنا، فهمتيني؟ مو أنا اللي كتبتها. مين كتبها إذا مو أنت كتبتيها؟ أنا؟ بلين كتبتها؟ عم قلك مو أنا اللي كتبتها. ليكي شوفي، أنا ما فيني أكتب هيك ماشي، أنا ما فيني أكتب مثل اللي عم يرسم رسمي. بس أنت ليش ما عم تفهمي؟ ما عم بفهم. لا تغيري الموضوع، بوصحك تحاولي مرة تانية تستغبيني. يا جانسو لا تبكي يا بنتي، لا تبكي حبيبتي، لا تبكي يا روحي انتي، لا تبكي، لا تبكي يا حلوة، لا تبكي يا عمري. يلا طيب شو تعمل؟ هي كمان بدها مصلحتك. خلص خالي زهرة خلص، كيف بدها مصلحتي؟ انا ما بهمنا بشي اصلا، هم الوحيد ترضي البابا وبس، اصلا انا ما حدا مهتم فيني ابدا. الله يسامحك. معقول حبيبتي الحلوة عم تبكي؟ معقول؟ خلص يا عمري خلص. قليل عن هذيك الساعة بس. أمي أمي يا حلوة غسلي وشك، يلا تعي يا أمورة، تعي تعي يا قلبي، تعي تعي غسلي وشك يا عمري، يلا. يعطيك العافية معلم ياسين، لازم لي أربع عمال مشان شغل العتالي، رح نروح على زيت نضره. وأجار الطريق مثل المرة الماضية؟ وأجار طريق، رح نوصلكم محل ما أخذناكم. ماشي يلا. تعال أنت وأنت كمان معلم، طلعوا من ورا يلا يلا.
معلم. وانت يلا اطلع. اركض اركض. طلع. ممكن احكي معك بموضوع؟ احكي. انا ما بدي اتدخل بخصوصياتكم، بس جانسو عم تدرس كتير. انتي عم تتخيلي زهرة. لا مو هيك، بتخلص درس بتبلش باللي بعده. طبعا، واصلا لانه ما عم تحط عقله بالدراسة فكل هالدروس عم تروح على الفاضي. ليش مين يلي مو هيك؟ كلهم هيك، كلهم كلهم كلهم. أنا استلمت أنقاض زهرة. خلدون كان يحكي لي أساساً، وكان يقول إنه أخذ وش على أمه، بس هو نسي بعدين. هو كمان بلش يفسدها لجانسو، والمشكلة أنا عم أتحملها. شفتي كل شي عند هالبنت مشاكل. كيف ما كانت هالبنت؟ أنا بعرفها لجانسو من لما كانت هيك، كانت طفلة صغيرة وهادية وبلا صوت وما بتأذي حدا أبداً. بس من لما ماتت أمها الله يرحمها، كأنه بلشت مشاكلها لهالبنت، كأنه صايرة عم تشتاق لأمها. أكتر شي خايفة منه هو أنه تأثر على أختها بيلين، وما في شي مستحيل بما أنه عايشين بنفس البيت، ومع هيك نموذج سيء كتير. بنتين عندهم مشاكل بنفس البيت، هيك كتير. ليكي زهرة تخيلي هلأ فريحة وعمر عم يرسموا ابتسامة على وشك. طيب لو كان عندك اثنين مثل محمد شو كنتي عملتي وقتها؟ كنت حبيته له كمان. أكيد ما رح يطلع ابني من عيني أبداً لأنه غلط مرة واحدة. إيه مو يكون عندي مثله اثنين، يكون عندي عشرة كمان كلهم مثل بعض، معزتهم وغلاوتهم جوات قلبي. المهم الأمومة ما لها موضوع قابل للنقاش أبداً، تتغير حسب الشخص. طبعاً طبعاً، أمومة كل وحدة فينا غير. أمومة أمي بتفرق عن أمومتي، وأمومتك بتفرق عننا، مو مثلنا هيك. طبعاً هيك رح يكون، فرق الجيل والتعليم وفرق الثقافة، هدول كلهم بيرسموا الحياة والأمومة كمان. والله أنا اللي بعرفه إنه الأمومة مانا شغلة عقل، هي شغلة قلب. المصاري، ثقافة، التعليم، هدول ما بيكفوا حتى تصير الوحدة أم يا خانم. أنا دائما بحمل أولادي بقوة وبضمهم على قلبي. أنا هذا اللي بفهمه من الأمومة. بتريدي شي تاني؟ لا. طيب خاطرك. أكلتها لجانسو حتى خلصتها، وهلأ الدور إجا على ولادي. ألو؟ شكراً سيد أورهان. لا ما في سئلة أبداً، بيجي يوم الأحد، أنت بس دلني على الطريق. إيه على طريق السيرفيس. ماشي ماشي خلص، رح أنزل قدام البنك. إيه معلش بمشي المسافة الباقية. طبعاً طبعاً طبعاً. ماشي ماشي. إيه جاية هلأ فوراً 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 جاية. إيه ولا يهمك. يلا شوفي اجوا طيور الحب. شو الاخبار شباب؟ ايه طالما الكل هلا هون خلونا نحكي بموضوع عيد ميلاد هاندا. امتى؟ هاي الجمعة، بس اقترحت نحجز الهيلز. اوكي منحجزه. ما بدي، يعني ما عاد بدي. هيلز هو مكان عم نروح عليه دائما، وكمان البعض مننا إلنا هنيك ذكريات سيئة. فريحة عفوا ما زعلتي مني مو؟ لا انتي كتير لطيفة،
أنا ما عندي مشكلة بهداك المحل، يعني خدي راحتك. فهمت، ما له سبب هالحكي أبدا، أنا بعتذر. لسا ما تعودت على أنه نقعد على نفس الطاولة. معك بتتعود. مرحبا، شو الأخبار؟ ايه هاتوا لشوف شو عم تساوي. أمير أنا حابة أبارك لك، لحقت حتى لقطة بالأخير. بس نحنا ما عم نشوف الموضوع بالطريقة هاي. على كل شكرا، نطلع نشم شوية هوا؟ ليش لا؟ يلا بشوفكم، مع السلامة. مع السلامة. ايه بالنهاية شو رح نساوي بعيد ميلادي؟ عيد ميلاد مين؟ أنا. لوين رايح؟ لسا ما قررنا حبيبتي، بس قررنا أنا بعطيكي خبر جونجا. ماشي. إيه لا كتير، أنا كمان طالعة شم هوا، يا دوبني إدمالك حالي. ضلينا بس نحنا يعني. شو عم تشرب أنت؟ فريحة ما تعملي هيك. طيب أنا آسفة، أنت معك حق، بس شو طالع بإيدي؟ هن غريبين كتير. ما بيهمني أبدا، أنا منيح كتير، وحتى لأول مرة بحس حالي فرحان كتير. بس نطلع رح أخدك محل حلو كتير.
لا أنا لازم أرجع على البيت فورا. إجوا قرايبيننا لعنا وأنا ما بصيرني أتأخر عليهم، يعني عيب كرماله. طيب معناها منفكر بشي لبكرة. فريحة ما تعملي هيك. طيب أنا آسفة، أنت معك حق، بس شو طالع بإيدي؟ هن غريبين كتير. ما بيهمني أبدا، أنا منيح كتير، وحتى لأول مرة بحس حالي فرحان كتير. بس نطلع رح أخدك محل حلو كتير. لا أنا لازم أرجع على البيت فورا. إجوا قرايبيننا لعنا وأنا ما بصيرني أتأخر عليهم، يعني عيب كرمالهم. طيب معناها منفكر بشي لبكرة. ممتاز، صرنا ثلاثة. غريب بس لما بيسكت الكل هيك بصير الجو أغرب. لما بتقعدوا اتنيناتكم على طاولة واحدة بحس حالي مثل شي زايد. لا بزعل منك. ها انتي ما عم تحسي حالك زايدة جنب أمير وفريحة، ما تعيديه لو سمحتي. ماشي، أنا رايحة عند نيلاي لنشوف إذا تمالكت نفسها ولا لسه. أنتي بهالأنحاء مو هيك؟ بهالأنحاء. منيح، ماشي. عادي. ما فهمت. عم قلك عادي عادي. شوفي لكان انت عملتيها. شو هي؟ جيتي على بيتي، اخذتي السي دي واعطيتيه لهاندا. ليش؟ بس لتقدري تعدي على هي الطاوله. شو صار كوراي؟ حاسس انه حدا استغلك؟ أهلين فيكم. كيف لقيتي لي هالسوق؟ والله حلو كتير وهادي، ما بتسمع فيه ضجة كتير. شو هالسوق هذا؟ أهلا وسهلا. أهلين فيكي. أساسا نحن حاولنا نعمل سوق مناسب لكل الأذواق. أهلال صديقتي من الكلية زهرة خانم، هي اللي بتساوي هالمربى الرائع هذا. المربى عن جد كتير ناجح. شكرا. الحقيقة إنه كلام السيد أورهان مهم كتير بالنسبة إلي، لأني بعرف ذوقه صعب شوي. فعلا فعلا بعرف. بس أنتي مربياتك طعمتها وريحتها وقوامها كله ضابط معي. شوفي أنا حطيتهم على ستاند كمان. فشيني؟ ليكن هون أحلاهم طالعين بجننوا. وقفي خليني أبرمه لهذا شوي. ها؟ أيوة هيك أحسن، هيك أحسن. تمام. هلأ شو هدول صاروا ثنائي الموسم يعني؟ انتظري لسه رح يصير شي كتير بنهاية هالسنة. أمير لوين كنتوا هربانين هيك؟ والله الكل بارك لكم إلا أنا، أنا قلت بأجلها على الدرس الجاي. ما فهمت شو صار. إيه إمتى رح نحتفل بهاليوم الكبير؟ نحتفل؟ لا هاندا أنت كمان؟ إذا بتريدي فريحة، علاقتكم تعتبر ولدت على إيدينا وكل واحد بيتمنى يرتبط بعلاقة. إيه والنتيجة رح نشوفها بعيننا كمان. شو انتو لوين كنتو رايحين؟ فريحة رايحة على البيت. من اول يوم؟ انتو كتير مملين. يلا تعالي حتى وصلنا. لا معلش انا رح التقى مع امي بالاول، رح اخد تاكسي منه. ايه امير نحنا شو رح نساوي؟ بالحالة العادية كنا نجي لعندك مشان ندرس، بس شكله اليوم ما في شي طبيعي. رح ركب فريحة بالتاكسي وبعدين بنشوف.
فريحة سوري أنا نسيتك. لسه ما تعودنا. ما تفهميني غلط مشان الله، ما قصدي عليكي. على أمير إنه بحب بنت من الجامعة، لأنه هو بالعادة بيلاقي البنات من الليالي، هيك قصدي. بعرف لسه ما تأقلمتوا، بس مو مشكلة، أنت ذكية بتتعودي بسرعة. يلا بشوفكن. يلا وصلي. لا 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 معلش أمير، أنا مبارح رحت لحالي واليوم كمان بروح لحالي، مو شغلة مهمة. يلا باي. مع السلامة. مثل ما قلت لك، يعني رح نتبع اسلوب النسبة. تمام ماشي ماشي مثل ما ماشي. يعني انت رح تحطي مربياتك هون وكل ما انباع رح تاخدي حصتك. يعني انا رح اقبض على كل قطرميز. مزبوط حكي هيك؟ مزبوط. ممتاز. طيب ماشي، ان شاء الله الله يبعث البركة. طبعا عفوا. مملوك اذا بتريدي تفضلي. هذا مربى رمان؟ ايه هذا مربى رمان وشغل ايد كمان. ها شوفي، صعب يلتقى هيك شيء من الانحاء. ايه وبالمحلات ما في منه بالمرة، وشغله صعب كتير، مو اي حدا بيقدر انه يعمل منه. ايه لك كتير صعب تلاقي، بس لازم تعرفوا اصله. ليكي انا هلا رح دوقك شوي من هالمربى هذا. هذا جاي من ضيعتنا نحنا، يعني مزرعة خاصة، مزرعة رمان خاصة بضيعتي انا. ها تفضلي، ما في مواد صناعية ابدا. ها كيف؟ قديش حقه؟ 20 ليرة. ايه شكرا، يسلموا. اتفضلي. يسلموا دياتي. مع السلامة. مع السلامة. شوفوا. تفضلي. يعطيك العافية أخي رضا. أهلين. الله يعافيك يا فيصل. كنت مارر من هون ولما شفتك قلت لوقف سلم عليك واطمن عنك. وأنا كمان كنت ناوي مر عليك بكرة. خير أخي؟ كنت رح أسألك على شغل التاكسي. شو لقيت شوفير؟ والله لسه عم دور، بس لسه ما لقيت حدا يعجبني. هاي مصدر رزقنا ومو سهل نسلمها لمين ما كان. يا فيصل، طيب شو رأيك بتأمني عليها إلي أنا؟ ولو والله بعطيك ياها وعيوني مغمضين، بس الخانم شو بتقول؟ لأنه معلومة كانت شغل ليلي من الليل للصبح، يعني ما يكون في مشكلة. ليش أنا إذا قلت إيه الخانم بتقول أي كلمة؟ أعوذ بالله معلم رضا، طالما عم تقول هيك فأنت بتطلب روحي، شو رح لاقي أحسن منها؟ أنا بوثق فيك مثل حالي، وبهالطريقة هي منها أنا بضل مطمن على السيارة، ومنها كمان بتصير توفي ديونها. اتفقنا معلم، خاطرك. اسحك تضيعوا المصاري زهرة خانم. أنا رح خبيها بالشنطة. حطيها بمكان خاص، مصاري الاستفتاحية بتجيب الحظ. معناتها رح حطها هون. ها؟ أنا شايف شغل الأسواق له مستقبل، مو هيك؟ شكرا. علاقتك مع الزباين منيحة كتير، وإذا اندمجتي بهذا الشغل كتير ونسيتينا، روميسا خانم ما رح تسامحني أبدا. لا لا، ليش حتى أنساكم؟ أصلا أنا ما عندي وقت أجي لهون على السوق وبيع المربى. ما تفهمني غلط، بس أنت موجود وكتر خيرها للمدام روميسا ويطول بعمرها، بس شغل البناية هو اللي موقفنا على أجرينا. أنا بتشكرك كتير، والله أنت اللي دبرت لي هالشغل وساعدتني، ومعروفك ما بنساه. متأكد إنه مبيعاته رح تكون ممتازة؟ إن شاء الله. تعرف شو؟ أنا أول مرة ربحت فيها مصاري لما جيت لهون على اسطنبول، ندهولي جماعة من شقة بالبناية، قالوا لي تعالي نظفي البيت، رحت نظفته حسب ما بعرف، يعني مثل ما تعلمت من أمي، ولما حطوا لي مصاري بجيبتي استغربت وتفاجأت كتير، يعني لأنه التنظيف ما كنت شايفته شغلة. بس بتعرف شو؟ حق المربى هاد فعلا هو غير شكل، وبتحس فيه غير، يعني من التنظيف كمان عم أربح. هداك كمان شغل، بس
مانو نفس الشيء. انه هيك عم تمسكه بايدك وتشوفه بعينك. فيها البركه. شكرا، الله يسمع منك. انا خليني روح بقى. اذا بدك بوصلك. لا لا، انا من هون رح اركب. شكرا، مع السلامه. شكرا لك. الو فريحه، بتعرفي من وين راجعه هلا؟ لك بعد شوي ابني. من السوق. من السوق؟ ايه، حاطين مربياتي على ستان. بعت وحده منها لحالي واخذت حقها من الزبونه. لك يا عمي بعد شوي. شباب ايه منيح، فرحت لك كثير. هلا بالبيت بنحكي امي. ايه ايه طيب طيب. ايه عملوا لي شغله كمان، عملوا لي نسبه نسبه، يعني كل ما انباع قال رح يعطوني مصاري. لك اخي بعد شوي عمي، شبك لزقان، وقف منيح. منيح طيب ماشي، بنحكي بعدين امي. بقياني بالجامعة كمان؟ ايه بس بلحق اجي قبل الاكل. ايه طيب يلا، مع السلامة. على ما يبدو مشكلتنا معك بخصوص الهاتف رح تضل مستمرة، وهيك ما بيمشي الحال. انا ما بدي اوجه لك انذار تاني بهالخصوص. حاضر جيهان بيك. ابني انت ما في قدامك محل فاضي، اخد عليك شوي. شباب شو هالزحمه هي؟ ما تاخذيني دخيلك. ما عم ترد؟ يبدو نامت. بجوز ما انا قادره ترد، يعني بلكي اهلها جنبها، لانهم ضاغطين عليها كثير، فاكيد ما بتقدر تاخذ راحتها بالحكي. رح تصير تجربة مثيرة بالنسبة إلك. ما فهمت، تجربة شو؟ يعني عم بتفوت شغلات جديدة على حياتك، الساعات القليلة، وما بتقدر تحكي على الموبايل، ما بتقدر تشوفها إمتى ما بدك. أكيد أنت نسيت هالشغلات بعد المرحلة الإعدادية. أنا هيك مرتاح بحياتي هاندا. أنت عدواني زيادة عن اللزوم، وخاصة لواحد مرتاح بحياتك. هاندا، شو مشكلتك أنت؟ قلي لي هالمرة مين حاطة براسك، أنا ولا فريحة؟ أنا ما عندي ولا مشكلة، أنت هيك متهيئ لك. بس ما تكون رفيقتك عم تغار مني أمير. هاندا، عن جد ما في طفلة مثلك. كل يوم ما في غير سيرة إنه أنت ما تعودتي على فريحة، وكل يوم قصة جديدة. شو عندك مشكلة احكي حتى نحلها. كل الشغلات اللي حكيتها من الصبح صحيحة، عائلتها محافظة مثلا، وكمان هي مختلفة عن حبيباتك القديمات. احكي لشوف. خلص خلص بكفي، انتو وجعتوا لي راسي من الصبح. جينا هون لندرس مو هيك؟ شو لوينكو راي؟ امير انا رايح. ما كنتي فوق؟ لا لا رضا، أنا رحت على السوق، المربيات صافين ونصفوف صفوف فوق استاند، شو حلو منظرهم لو تشوف. رحت حكيتهم واتفقنا سوا، هلأ هن رح يعطوني المصاري على كل شو اسمه، يعني على كل أطرميز. واحد منهم أنا بعته لحالي رضا، لو تشوف شغلة قديش حلوة وظريفة يا رضا. كل ما انباع أطرميز مربى هن رح يعطوني نسبة عليه، يعني هلأ أنا رح أعملهم مربى لسه حتى يبيعوه. شوف عطوني مصاري كمان، وإن شاء الله إذا باعوا خمسة خمسة بيكون ممتاز. انت ما قلتي لي انك رايحه على السوق. انا كنت بفكر مرتي لساها فوق، ولا بشوف مرتي جايه من السوق. هلا هن لما دقوا لي استعجلت، ما قدرت انزل وخبرك، كنت عند سينم خانم. بس يا رضا انا دقيت لك كثير بالطريق، ليش انت ما شفت مكالماتي على التليفون ابدا؟ شو رح تصيري بياعه بعد هالعمر يا زهره خانم؟ وتفتحي بسطه وتبيعي العالم من الصبح للمساء. لا رضا أفندي، أنا ما رح صير بياعة. يعني رحت حكيت واتفقت ورجعت. إذا ما رح تقلي شي تاني رح أنزل لتحت حط الحمص مشان الأكل. عمر ما تمسكه، لك مأمن هاد.
مثل المي وتكوم وضل هون. فيقلك يا؟ لا 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 تفيقي، بس يجي أبوكي من فيقه. يا بنت معقول هاد يكون شربان شي؟ لا يا ما بيكون شربان، ما بعتقد، لما إجا كانوا عيونه ووشه طبيعيين. أمي بس بدي أفهم، إذا مرة بهالعمر شرب شو فيها يعني؟ محمد محمد شت شت، قوم إجا أبوك. لك قوم قوم إجا أبوك، يلا قوم قوم، يلا السفرة جاهزة، تفضلوا. أنت ما بتستحي لأنه صولك يا شاطر نست أبوك وأمك طعم النوم بالليل، وأنت متسطح وما على بالك. طيب شو يعمل؟ الصبي نعسان شوي، ما غلط. ليش شو عمل حتى ينعس؟ خلص بابا قمت. شو صاير محمد؟ شو عم يوجعك؟ ها؟ عم يوجعك شي ابني؟ ما في شي ابني، ما عم يوجعني شي. خاسرتك؟ روح جيبي الأكل. بس أنا نعست ولازم نام، ولا ما فيني فيق بكير الصبح على الجامعة. تصبح على خير. صباح النور يا بنتي. صباح الخير. شو رايحة على المعهد؟ ليش ما حكيت لك الخانم؟ أنا تركت المعهد وخلصت، هلأ بس بالبيت عم أخذ دروس خصوصي، هيك أحسن لي. لا هي ما حكت لي. لا ما حكيت لها. لا جانسو، أنت لساتك زعلانة مني؟ لساني؟ ليش شو تغير؟ جانسو يلا رح نتأخر. يلا باي. خاطرك خالي زهرة. مع السلامة، الله معك بنتي.
ليكي فريحة، أنت لا تزعلي، هي متضايقة من مرت أبوها يعني. كثير أنا زعلت من يلي صار لأنه الورقة هي اللي كانت السبب. ورقة شو أمي؟ هاي الورقة يلي أنت كاتبة فيها اسم هذا الشاب رفيقك. شو؟ سكتي لا تصرخي. ها مو هديك الليلة رحتي وعلى أساس أنت عن جانسو؟ أنا وقتها فت على الغرفة وطلعت وشفت في ورقة، أخذتها من الأرض وقريتها وبعدين حطيتها بجيبتي وراحت عن بالي، وظهر وقعت مني بغرفتها والخانم لقيتها وفتحتها وبهدلتها للبنت بسببي. يا أمي أنت شو عملتي؟ خلص ما رح يمشي الحال، أنا رح أحكي مع جانسو. شو رح تحكي معي يا بنت؟ رح تقلي لها إنه ما بيكفي إني دخلت على الجامعة اللي كانت حلمك وفوق الشاب اللي بتحبيه كتير بحبني أنا؟ عن جد عم بزعل عليها كتير، أساساً علاقتها مع سنان خانم سيئة وفوقها حطيتها بموقف محرج، معقول أقعد أتفرج عليها؟ اسمعي بنتي، هي كمان هلأ مراهقة ودمع عم يغلي ورح تغار، يعني إذا حكت هون ولا هون ممكن يسمع أبوكي أو يسمع محمد، بعدين شو فكرة إنه رح يخلوك تروحي على الجامعة؟ مبين عليه هالشاب معجب فيك وبيحبك، ومبين عليه تقبلنا ونحن هيك وضعنا، بس إذا أبوكي سمع هالحكي مو رح يروح ويحاسبه للشاب؟ مش رح يعمل بس يحاسبه؟ أه؟ يلا امشي رح تتأخري على الباص. يلا امشي امشي. هلا بتتأخري. حكينا لوش الصبح وبعدين ضفته على الفيسبوك كمان ولقيت انه وضع العلاقات عنده مخربط. شو معنى هالحكي برأيك؟ شو رح يكون؟ يعني حاطك احتياط، قصده انه عنده حبيبة، بس باختصار قصده انه فيه يضيع وقت معك. وامير كمان عمل معك نفس الشيء؟ شو ما بده يعمل مو مهم، ولا مهم المشاوير، المهم النتيجة. صباح الخير، شو عم تعملوا؟ ما رح ندخل ولا بدكن تضلوا هون؟ جونجا؟ اسمك جونجا ما هيك؟ بدي اسألك سؤال، انتي ونحنا من امتى كنا صحبة؟ نحنا يعني انا وهاندا حلينا كل مشاكلنا، شي يوم بتخبرك هاندا عن كل شي. ما فهمت، ليش نحنا كان في بيناتنا مشاكل؟ واي مشكلة اللي حليناها؟ ما في، ما كان في، بس مو نحن حكينا واتفقنا؟ حبيبتي ما بدي دمر أحلامك، بس هالشغلة طولت كتير، مليت، رجعي لعالمك بقى. هاندا منقدر إنه نحكي شوي؟ هاندا هلأ هيك شو بدها منك؟ اسمعي رح روح لعندها وأعرف، حرام عندها مشاكل كتير، زلت عليها. نعم شو بدك؟ أنا وياك عملنا اتفاق، أعطيتك السي دي ووعدتيني، تذكرتي ولا ذكرك؟ عن اتفاقنا؟ أنا ما بعرف عن شو عم تحكي. صحيح أعطيتيني السي دي على أساس فيلم حلو وأنا تابعته فعلا، بس طلع الفيلم من النوعية اللي ما بحبها، كسرته وكبيته، لهيك ما في اتفاق وسي دي ما في، فهمتي حبيبتي؟ مو بهالسهولة. شو كان في جوات سيدي؟ متعلق بفريحة ما هيك؟ رح احكي معه وخبرها. منيح، روحي واحكي لها، رح تخبريها كمان انك بعتيها بس مشان تنضمي لشلتنا. اللعبة خلصت جونجا، رجعي لمكانك يا شاطرة. Thank you.
معلم ياسين لازمني 4 أو 5 لا انت وانت وانت كمان وانت وكا يلا معلم خلاص الله معك يلا تيسروا شباب يسلموا يعطيك العافية لا تستنوا على الفاضي من بعد هلأ ما عاد يجينا شغل الكل على بيته بكرة إن شاء الله الله بيرزقنا الجو كتير مناسب للسينما خلونا نروح دايما العشاء بيروحوا لهنيك هاندا العادة الدائمة إنه العشاء يروحوا لحالهم بس أنا لازم أكون بالبيت بعد شي ساعة يا الله المشكلة ما في أفلام طولة ساعة شو نعمل هلأ يا ترى؟ نروح على بيتي؟ فكرة كتير حلوة أنا رح أتصل هلأ بالبيت مشان يجهزوا لنا شي يلا ما بعرف منين طلعوا لي بقصة هالضيوف هلأ كمان صحيح أنتي ما أخدتي إجرتك لما رحتي جانان خانم تركت لك الظرف هنيك لا تنسي ايه مزبوط هذا اللي صار طلعت مستعجلة ونسيته رح يجوا الضيوف انت خلصتي شغلك ما هيك؟ ايه خلصت كل شيء رح لم الاغراض بس وامشي منشان ما يحكوا شيء عن نظافة البيت ايه ماشي رح لمهم اوامر يعطيكي العافية شكرا ليش تأخروا هدول؟ يمكن راحوا على مكان تاني ها ليكن وصلوا يلا يلا انا قحط مع السلامه زهرة خان يلا انتوا تفضلوا على الصالون انا رح شوف المطبخ وارجع كتير حلو هالبيت كأنه صاير جوات الغابة دخيلك لما بيكون دائما قدام عيونك ما بيضل له اي معنى صحيح الانسان دائما بيحب اللي ما بيقدر يوصل له وهالشي بينسي اللي قدام عيونه لا تشغلي بالك ما رح اضغط على حالي لا تتأخر ماشي ما رح اتأخر يلا ايه شو رأيكم نشرب قهوة مرة تانية طبعا ماشي وانت قهوة رح ساويها فورا انت كتير بتشبهي امك الحقيقة أنا بشبه بابا أكتر من ماما
بس ما في عندي غير صور الطفولة معه، لأنه فقدته لما كان عمري 3 سنين بس. زعلتيني كتير. وقفي لا ترجعي، شوفي لسه عنا صور هون أحلى فيكي تشوفيها إذا بدك. حلوين؟ هاي ذكرى حلوة كتير، مثل نفق الزمن. ما كنت بعرف إنه من زمان بتعرفوا بعض. يلا تعالي نقعد. إيه، نحن بنفس المستوى، والتقينا وتعرفنا على بعض. مع بعض. أنت يا ريت ما تردي عليهم أبداً، لأنه عم يتمألسوا على كلامي. الجماعة شي مهم، وهي مو بس مثل ما بتظهر بالمجلات، الافتتاحيات والعزايم، يعني مو بس هيك القصة. آراء الحياة الموحدة والأفكار الموحدة، هدول هنن أهم شي. كان تصرفنا معك غلط، بس المعلم بيقلعنا، ومثل ما بتعرف اخواتي انا عم دير بالي عليهم. انت عندك امك وابوك فوق راسك، لا تواخذني يا اخي. بدك تخليني اشفق عليك ولا؟ ما كنت بعرف هيك. بسببكم وين ما بروح بيفكروني حرامي، انا كثير تفاجأت فيكم. انا اسف كثير يا ما عم بشتغل بهالصنعة. سكوت، انتو خلصتوا حالكم، لسا شو بدكم؟ ها؟ محمد؟ كوكهان؟ أهلين. ولا يا صايع، شو صاير لك هيك؟ الشغل بالواجبات لك أخي، لما بيكون عندي وقت فاضي كل فترة بمروا على المكان القديم. أنت شو أخبارك؟ خليها بالقلب، والله أنا مو منيح. خير إن شاء الله. شيلك مني هلا. شلون صاير هيك أنت؟ صاير شكلك غريب كتير. أنا اشتقت لك كتير، تعال نقعد ونحكي شوي. يلا يلا. عم بتكون هاندا خانم مفكرة انه البرجوازية بتركيا لساتها موجودة. الاتراك البيض وكمان طبقة الكريمة، بس هالشي مو ذنبها هي، عم يصير هيك بسبب مجلات المجتمع المخملي. حبيبة قلبي انت غالية علينا. ما فيك تنزل الجماعة على مجلات المجتمع المخملي كوراي. وانا كمان رأيي من رأي هاندا. في بكل العالم شي اسمه الفوارق الطبقية، وما فينا ننكر هالشي أبدا. فوارق طبقية، بالنتيجة كل واحد له هوية. نحن مننتمي لأماكن مشتركة، وعنا كمان ذوق مشترك، وعنا عائلات متشابهة وطريقة عيش مشتركة، ما هيك؟ على كل، أنا رايحة. ما صار ساعة كاملة، بيكون في زحمة على الطريق. لكن رح وصلك. لا، أنا ما بدي أقطع حديثكم. يعني الفوارق الطبقية والجماعة وهذا الحكي، هالمواضيع اللي بتهمكم. أنا رح أطلب لك تاكسي. وأنا حدك، ما بعرف شو بصير فيني. مو كنتي عم تطلعي على الطبيعة؟ إيه، أنا كان فيني أطلع فيكي ساعات طويلة وما من منك. ما حدا رد بمكتب التاكسي. ايه مو مشكلة، رح وقف تاكسي من الشارع. بهالوقت ما بتلاقي تاكسي، انا فيني وصلة. لا ما في داعي، لا انا بروح لحالي. لبقت عقدية فريحة، اكيد اهلك ما رح يزعلوا لانك طلعتي بسيارة رفيقتك، مو هيك؟ ما دخلون اهلي ابدا، وما في داعي للرسميات والمجاملات الزايدة. بخاطركم خليكم مرتاحين. مع السلامة. مع السلامة. هالبنت ما بينفع معها الخير ابدا. خير شو؟ ما عندك خير هاندا. لما قلت لها رح وصلها ماتت من الرعبه. اذا عائلتها كل هالقد مجانين، فيها تنزل على راس الشارع كمان، شو فيها مشكله؟ شو بلشتي هاندا؟
لا تقول لك أخي خاربين بيتك مزبوط. أي والله أول مرة بحياتي كنت رح أعمل شي منيح وبالآخر خربت كل شي. شو ها؟ رن 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 مثل موبايل الشوارع. هيك شي يعني؟ شو يعني هالحكي؟ قطاع الخدمات يا ابني، يعني خدمات عامة وفهمك كفاية. واطلع على الباب فورا. شكرا شكرا. اخ يا رضا، من وين طلعت لنا بشغله هالتاكسي هلا؟ معقول رح تروح بنص الليل وترجع وش الصبح والبنايه بدها شغل وجسمك ما بيتحمل كل هالشي؟ بيتحمل بيتحمل، الله يخليه لفيصال. فيصال سهل لي الشغل وزبط لي الوقت مشان يريحني. طبعا رح يزبطه، شو رح يعمل اذا ما زبط؟ ما في شوفير بيتحمل شغله، من يوم ما اشترى هالتاكسي كم مره غير شوفيريه؟ يا ربي هلا معقوله انت تشتغل ليل ونهار مشان كم قرش؟ انت عم تشتغلي وتعملي مربى وتتعبي كرمال كم قرش، لهيك انا لازم اعمل اكثر من هيك بكثير. شوفي شوفي يا زهرة، ابنك محمد ما راح يلاقي شغل ابدا. بالنسبه لشغل البنت حتى لو بعرف حالي اني راح موت ما راح اسمح انه تشتغل ابدا. وانت بالوقت اللي عم تشتغلي فيه مشان 3 قروش، معقول انا اقعد عمود بالبيت وما اشتغل؟ هاد مو نفس الشيء يا رضا، مو نفس الشيء. انا عم اعمل المربى بالبيت بس انت راح تكون بالشوارع، لكن فيها حوادث وقصص ومشاكل وحراميه طول الليل، بخاف عليك. أنا رح أقول بسم الله وأمشي بطريقي. أنت لا تفكري وتتعبي روحك الطيبة كرمالي، خليكي مرتاحة. مثل ما بدك. شو نعمل؟ ما فيني أقول غير الله يبعث الخير. بابا خلينا نركب بالتاكسي دورة وأنا بركب من قدام. تكرم طبعا رح تركب قدام، مو هيك؟ رح حط حزام الأمان كمان إذا بدك. رضا عملت لك هدول الساندويشات، بس لما تروح مرة على السوبر ماركت واشتري مي. يسلموا. ماشي. من وين طلعت هالشغلة؟ إيه والله هي شغلة شباب مو شغلتك وأنت بهالعمر. إذا بتريد بابا خليني إيجي معك. الله يخليك الله يخليك. إيه ماشي ماشي خلاص، يلا أنت روح درس دروسك. ليش ما بتصرخي على بابا لما يركب بالتاكسي وبتصرخي علي أنا؟ عمر ما لازم ترفع صوتك على أمك يا ابني، عيب، هذا عيب. هات عني. بابا كنت عم أقول لحالي لو حكيت مع فيصال، يعني هلأ وأنا هون. شو قالوا لك فيصال؟ في عنده نبع سيارات منشان يعطيك سيارة أمانة بعد كل هالمشاكل اللي عملتها؟ بده شغلك كمان جاي وعم تحكي بكل وقاحة، قليل الأدب. الله يهون عليك بابا. يسلموا يا بنتي، لا تنسي تسكري الباب وراي كتير منيح. هذا كله من صاحب هالسيارة، هذا كله من صاحب هالسيارة. قديش فتح علينا أبواب قديش. يا أمي خلص مشان الله، ما حدا فتح علينا أي شيء.
ابنك اللي عم تدلليه كل هالوقت هو اللي فتح علينا هالبواب. خلينا نتقبل هالشي بقى. شو هالبنت هي؟ بيومين عملتك عاشق متيم. عقبال عندك يا كوراي. أنا؟ لا أنا صعب. وأنا كمان كنت صعب، حتى بحياتي كلها كنت أقول مستحيل وما كنت متوقع أني أحب. وأنا كمان مثلك كنت أقول مستحيل. هلأ أنت حاسس أنه بعمرك ما رح تركض ورا بنت وما رح تحب أبدا. أنت بمزاج أنه قديش شفنا بنات وما قالوا لا، وأنا كمان كنت هيك. بس بعدين بتيجي وحدة وبتغيرك وبتلغي البقية وبتصير كل قلبك. هذا الإحساس عم بعيشه مع فريحة هلا. نيالك أنت يا أمير، نيالك. بعشق هاندا. يا حبيبي. يا عين يا عين يا عين، انت شايف اللي عم شوفه كمان ولا انا سكران؟ ايه شايف. حبينا قلنا كمان يا حلوه. شو عم تقول انت وهو؟ ما سمعتينا؟ حبينا قلنا كمان يا حلوه. شو كنت احسن منا؟ انتو فعلا قليلين ادب. انتي لمين عم تقولي قليلين ادب وليه؟ اه شو عم بيصير ولا؟ روحوا بعده. بتحكي معي انا؟ اساسا انت شو دخلك ولك؟ على اي اساس عم تتدخل؟ انقلع من هون. معه مسدس فاضي. ايه هلا بتشوف اذا فاضي ولا لا. ماشي ماشي يا اخي، اساسا نحن رايحين. انت منيحة؟ أنا منيحة بس ما رح صفق لك. شكراً بس أنا كتير بكره الأسلحة وما بحبها أبداً. صباح الخير أمي. بابا أي ساعة إجا؟ وش الصبح الساعة 4. قال لي لفيقه مشان الشغل بس ما طاوعني قلبي. انت هلا انتبهي على البيض وانا طالعة على الشغل لفوق. ماشي؟ لا 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 تاكلي هم بحلها. اساسا انا اليوم رح روح على الجامعة بكير. بركدة وحدة بوزع الجرايد وبروح. يعني انت ما رح تفطري؟ بفطر بالجامعة. ايه ما شاء الله الظاهر خرجيتك كتيرة. يا امي كلها كاسة شاي وكعكة. لك يا بنتي لحظة، والله ما بصير، ما بيطاوعني قلبي، تركي. انت الأسبوع الماضي تعبت كتير فريحة. خلص أنا بروح. أنا ما رح يصير لي شي. طيب شكرا. طيب جاهز؟ ماشي، معناتها إذا بتريد ابعتهم مباشرة على الفندق. مع السلامة. جانسو يلا قومي افطري وبعدين غيري تيابك فورا، رح يجي هلأ أستاذك. شو اللي رح يبعتوه على الفندق؟ هدية عيد ميلاد لأبوكي. معناها كمان رح يجيب هداك اليوم. يعني كمان رح تروحوا على الفندق؟ بابا كان دائما يروح مع الماما على الفندق. ماما كانت تحب الفندق كتير. يعني المنظر حلو والهواء حلو وكمان العمال اللي فيه. افتحي انت الباب، انا رح روح غير تيابي. لا انت رح تفتحي جانسو. كان لازم تغيري تيابك فورا من اول ما قلت لك. هلا افتحي هيك وخجلي شوي مشان المره الثانيه ما تنعاد. اوف صباح الخير جانسو. صباح النور.
كأنك اليوم من بكرة. عندي درس هلأ. شايفة انه انت تعودت منيح على شغل البواب؟ اي انا عم ساعد ابي. كيفه مشروعك؟ منيح. كأنه في شي تاني بحياتك مثير فريحة. مثل شو؟ شو عرفني؟ حاسة مثل كأنه في شي لازم ينحكى بيننا، يعني انا وانت. ها؟ فريحة انت اللي جيتي؟ صباح الخير. صباح النور. المساء نحن رح نكون بالفندق. ذكرى زواجنا. عن جد؟ مبروك. أنا رح أستأذن منكم. موفقة بدراستك جانسو. شكرا. شو أنت صحيت؟ إيه صحيت. حتى تاوبت كمان. شايف؟ أمير أنا اتصلت معك مشان شغلي. أنا مبارح حكيت حكي سخيف. انسى كل شي نقال. كل شي صار لأنه المشروب أثر علي. ايه تولدنت وهالسنة أكيد رحنا رح نكون النجوم بدوري الأولاد، وحتى رح نفتح شوارع كمان. ايه والله. يلا ماشي. مع السلامة. مع السلامة. وهي الغلة. تفضل. يسلموا يا أختي. رضا. يسلموا. والله أنت زلمة مبارك يا أخي رضا، جايب مصاري منيح. بس مشينا مسافة منيحة كمان. والله بركة هالليلة بتصير مختلفة بشغل التاكسي، والزباين بتكون كتيرة كمان. ايه طبعا سهل انك تاخد بركة الليلة وانت قاعد ببيتك يا سيد فيصال، بس هالليلة فيها المدمنين وفيها الحرامية وفيها المنحوسين كمان. هدول ما عم تحسبون يا ترى؟ شايف اختي عم تبهدلنا معلم رضا. هي شوي منفعلة كيف ما كان، مانا متعودة. نحن ما منعرف الليل يا فيصال، بس تنسحب الشمس قلبنا كمان بينسحب معه. تفضل رضا. يسلموا يا فيصال. لا تعصبي يا أختي، شو بهالسهولة إنك تغطي دين ابنك؟ من هون ليرة ومن هون ليرة ونص بيفوتوا عجيبتكم، من شو بيشكوا يعني؟ شاي ما شربته. بشرب بالبيت بقى. المسا بترك لك التاكسي بنفس الساعة. يلا بخاطرك. منشوفكم. فيصال مع السلامة. يلا الله معك. يسلموا يا أخي. بخاطرك. بالسلامة. بخاطرك أختي. بحلف لك يمين إنه يوم من الأيام رح شقفه لهالزلمة. كأنه عم يعطي من جيبته. كمان عم يحكي على ابننا ببيتنا، بقى من مين عم ياخد وش؟ ريتو يشرب سم. شو القصة؟ امبارح المسا بعد ما طلعت من عنا ما رحت على البيت، مو؟ واضح انك رحت تشرب. نحن كمان بحاجة إنه نكون شباب لحالنا، ما هيك هاندا؟ يعني كان في مشكلة؟ ليكون حياة أمير الغرامية صارت بالخيال؟ مو بس أمير يا هاندا، وأنا كمان عندي حياة. أي يا بنت عيد الميلاد؟ شو رح نعمل الليلة؟ قررت إنكم تجوا لعندي. ما حسيت إنه العرض مغري، وما بدي أحجز مكان تاني بآخر لحظة. أساساً ماما مجهزة كل شيء إلنا كلياتنا.
أخيرا صار واضح برنامج عيد ميلاد هاندا. أنا نسيت راح عمبالي. رح نكون بالبيت، يعني ما رح تنسوا إنكم تجوا. هاندا أنا خليني بارك لك من هلأ، ما رح أقدر إشي. ما رح تجي؟ رح نكون بالبيت، يعني ما في شي خاص، نحنا ببعضنا. كمان إذا بدك تعالي بعد الجامعة. مو في عنا ضيوف ببيتنا؟ بقى ما فيني، لازم روح لعندهم بعد الجامعة. وهالضيوف ما فيهم أبدا بلاكي؟ كل يوم عم تروحي على البيت ركض. بس هنن يروحوا أنا رح أرتاح أكتر، بس لفترة مؤقتة. يلا من دونك رح يكون ناقص، مو مشكلة. أنا طالعة ماما. ماشي حبيبتي. أنت عندك ابن كتير شجاع يا خالتي زهرة. نعم. عم قول محمد مبارح أنقذ لي حياتي. مبارح تعرضوا لي بالشارع أباشي كانوا سكرانين. شو يعني أباشي يا بنت؟ شيلك منه خالتي، محمد كان غريب، خافوا كتير منه. والله هو كان مثل الأفلام، خرب الدنيا، كانوا شخصين كمان، ما خاف أبدا. شوفي وما قال لي شي عن هالحكي أبدا. طمنيني ما تخانق مع الشباب، ما هيك؟ لا ما كان في داعي أبدا، المهم أنا هربت بخاطرك. إذا رح تضلي تطلعي بآخر الليل لبرا هيك رح يصير فيكي. شوفوا ابني محمد شو طلع، أبضاي أبضاي صحي. اشتقنا لك يا أخي. أنا هون لأنه ما عندي لا شغلة ولا عملي. وأنت ليش هون حسن؟ كمان بيلبق لك هيك تحمل عصاية بدل الألم. وأنت كمان يا أخي محمد. أساساً أنا يا حسن، شوف قدامك زلمة مو متعلم، أنا كنت أصغر منك لما تركت القلم والدفتر، بس كان في بإيدي مفك براغي وكماشي. أنت شو معك منهم؟ إلا ما يرجع عقلك لراسك. بس لو بتعرف شو صاير أنا معي مصايب، تتدمر حياتك مثلي تماما. المهم أنا هربت، ومرة تانية ما بدي شوفك هون. ماشي؟ ماشي يا أخي. شو؟ لا سلام ولا كلام؟ أنت ما لي شغل معك. أنت رح تعمل ناطور على حياتنا؟ ماشي طلع ريحتك ولا لا؟ فريحة؟ وين رايحة؟ مستعجلة كتير ولازم ما أتأخر. إيه؟ ما رح تستنيه لأمير؟ عم يحكي مع مشرف مشروعه، بعد شوي بيجي. لا خلص أنا بعدين بتصل فيه. أنت رايحة على البيت؟ إيه لكن مو مشكلة. بخاطرك هلأ، عيد ميلاد سعيد. الأستاذ عم يضغط على أمير. لوين رايحة؟ بعدين منلتقي بالبيت. الليلة ما في خير مني، راح وقت التسلاي. أخذ لي الأستاذ، ها كان وقتي. هاندا وين؟ راحت، قالت لا تنتظروني، روحوا على البيت. المهم أول شي خليني لاقيها لفريحة، وبعدين منروح أنا وياك منحل موضوع الهدية. أوكي. وكمان أنا طلعت. عن جد؟ رح يخلص شحن موبايلي، بنحكي بعدين. طيب إيه؟ طيب ماشي، أنت بس تفضي حاكيني. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. ليش بدك من هون لأورتاكوي؟ تقريباً شي 10 ليرات.
طيب. تغير طريق بيتك يا فريحة. لازم نستعجل مشان شغلة الهدية. ليكنا رايحين وانت كمان بتاخد شي شغلة. اساسا انا حليت هالموضوع من قبل. يا الله شو صار؟ قررت بنت عيد الميلاد انه تغير عنوان التسلية. من وين طلع موضوع هالفندق هلا؟ شو بيعرفني؟ اليوم رح تتأخر شوي يا فريحة. بدي اتأخر؟ يعني لإمتى؟ لما تأخرتي على شغلك اتصلتي وخبرتي قديش بدك تتأخري؟ اليوم مساء في حجز لعيد ميلاد كتير في عنا زحمة. ألو أمي، أنا اليوم رح أتأخر شوي. إيه بعرف. لا مو هيك، قصدي شوي للمسا. شو يعني يا بنت رح تتأخري للمسا؟ يا أمي نحن أستاذنا بالجامعة كتير صعب. هلا أنا رح روح ولا درسي رح يصير سيء. وليه؟ لا تكوني عم تلعبي شي لعبة. لا صدقيني أمي، بس أنا مضطرة أني ضل. أنا هلا شو رح أقله لأبوكي؟ آه أمي أنا لازم سكر، بترجاكي دبري لأبي. إيه باي، يلا باي. رضا اليوم رح تتأخر بالروحة؟ بس لحتى كب الزبالة. خير إن شاء الله. إيه يعني إذا بتروح على بكير وبترجع على بكير ما بيكون أحسن لك هيك؟ وهالشي أحسن لفيسال كمان، بس في زبالة. معلش أنا رح أجمع زبالة وكبة، أنت بس اسأله وشوف. ماشي رح أسأله. أساسا كان عم يقول إنه ظهره عم يوجعه. الله لا يرده.
مرحبا خال. أهلين. لوين طريقكم؟ على طريق الغابة لو سمحت. تكرم. شو هالاحتفال بالفندق؟ كتير كلاسيكي، كأنه من قبل 20 سنة. هاندا خلينا نفوت لجوا. استنى ليجي أمير وبعدين كلياتنا رح نبلش الحفلة سوا. جيتي فريحة؟ هلا رح نبلش نقرا رسالة. خير امي؟ صديقة البرنامج بعثت لنا رسالة حلوة كتير. بتقول فريحة لسه ما اجت؟ كتير عاجبة. نزلنا هون عندك. نزلنا تحت بسرعة. يلا نزيل. اتركوني اتركوني. شو هتسوي؟ قلت لك هات المصاري قبل ما نزيل. ما بعطيك ما بعطيك. هدول المصاري أمانة. أسلك وهذا حلال غيري. انتو ما بتخافوا من الله تأكلوا الحرام؟ الخوف ما بيشبع البطن يا عم. أعطينا المصاري. رح تشبعوا بطولكم بمصاري التاكسي. أنا ابني شب بعمركم. لك إذا بتعصروا الحجر وبتطلعوا منه مي ما رح أعطيكم. هات المصاري. هاي اجى الضيف المنتظر. شو قاعدين عم تستقبلوني؟ بس عيد الميلاد مو لي انا. هلا هاندا خانم فاتها هالتفصيل الصغير ونحن عم نستنى هون. يلا معناتها خلينا نبلش الاحتفال. اهلا وسهلا. مرحبا. مساء الخير. تفضلوا استاذ على طاولتكم. شكرا. اهلا وسهلا مره ثانيه. اهلين فيك. أمي تأخر الوقت كتير ولسه ما أجيت. اتصلي فيها لروح هلأ أجيبها. وقف وقف وقف. أنا برد. أنا مين هلأ بهالساعة؟ ألو. إيه هون الشرطة؟ إيه نعم أنا مرته. فريحة طولت عيد الميلاد عندك ماشي؟ فريحة؟ فريحة؟
اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. تفضلوا معي لو سمحتوا. تفضل. تفضلي مدام. فريحة؟ أنت شو القصة؟ ضيوفنا الكرام، الأغنية الحالية ستأتي لصاحب الفندق خلدون بيك وزوجته سنان خانم بمناسبة ذكرى زواجهما. يعطيك العافية. أنت ليش ما قلتي لي؟ يلا أعطينا لحظة الطلبات ولا تعصبي لمعلمك. أنا اشتغلت كل شي بالمحلات تبعك وبعرف كيف بيكون. دقيقة يا هاد، فندق أبوكي؟ طلعي، اليوم بيصادف ذكرى زواج أمه وأبوها لفريحة. ما لقيتي غير مكان تحتفلي فيه بعيد ميلادك؟ فريحة أنت لساتك هون؟ اليوم في شغل كتير. إيه؟ وأهلي؟ اضطريت قلني أنا بالمدرسة. أحياناً كذبة بيضة صغيرة بتحل كتير شغلات، ما هيك؟ مبروك عليكم ذكرى زواجكم. شكرا. كيف امورك فريحه؟ قدرتي تنسجمي بحياه العمل؟ ماشي الحال، يعني عم بعمل اللي بيطلع بايدي مشان ما خيب ثقتكم فيه. مبروك عليكم مره ثانيه. شكرا. بتمنى لكم سهره سعيده. انبسطت انه عجبك، بس اساسا انت كنتي بتعرفي طالما عم تعملي عيد ميلادك هون؟ ما بعرفه، سمعت فيه كتير حكي. واخيرا شفناهن لعائلتك الشهيره. امك حلوه كتير. ايه، امتى رح تعرفينا على اهلك؟ ما بعرف، بظن هلا الوقت مو مناسب، كمان أنا عم اشتغل هلا. شوفي يا حبيبتي، ما بتدوم غير خمس دقايق، لأنه ما بدي فوت هالصدفة الرائعة. كمان منبارك لهم بذكرى زواجهم. مثل ما لك شايفة مو وقتها. أنت ما بتعرفي الحياة المهنية. أنا لما كنت أشتغل إذا شاف أبي حدا من رفقاتي حدي كان يتضايق، يعني انضباط بالعمل. بعدين متعرف بشكل خاص عليهم.
خليني أخذ طلباتكم هلا. شيء؟ لا يا عمر، لا ما رح يصير له شيء. ليكي أمي، خلينا هلأ نقيس ضغطك. طيب جيب لك مي، طيب جيب لك شاي أو أي شيء. ما بدي. قولي لي شو بدك أمي. روح اتصل بأختك. رح ارفع كاسي بمناسبة عيد ميلاد هاندا. ايش هو الوش الضحك هاد؟ ليكون لانك كبرتي سنة ها؟ ما رح انسى عيد ميلادي هاد ابدا. إذا رحت أنا ترتاحي؟ لا، يمكن أنت فهمتني غلط. يعني أنا حاجة تتوتري، شايفك. بعدين هيك صار شي غريب، صعب كتير إني أكون جنبك وأنت بعيدة كل هالقد. إذا رحت أنا بتزعلوا مني؟ إذا لاحظت لسه ما قطعنا جاتو عيد الميلاد. بعيد ميلادي الغريب هاد عم وقع على حادثة مضطرفة جديدة. عيد ميلاد من دون جاتو. رح نروح كلنا مع بعض، بس الجاتو هلأ رح ينزل. ما بقي مكان من شان الجاتو، أكلكم كان كتير رائع. ممكن أطلب الحساب؟ طيب. خليك وراي. صحة وعافية. شكرا. مساء الخير. مبروك ذكرى زواجكم. شكرا كتير. كتير حلو هون. اليوم عيد ميلادي، احتفلنا هون. عن جد؟ حلو كتير. الجراثيم عندكم. تصبحوا على خير، يلا بخاطركم. أمير كنت رح أدفع لك. وراي حل الموضوع. تعرفيون هالشباب؟ شوية مو كتير. نلتقي بعدين فريحة. نسيت أخذ جزداني. جزدانك معي، امشي. فريحة، انت طلعي بقى. اذا اضطر الامر انا بحكي مع جيهان بيك، تأخر الوقت كتير. عن جد شكرا كتير لك.
رأيك نزل على البوفيه؟ تاكل سندويشة. انت ليش سرقت السيارة اخي؟ لو ما انت سرقته كان ابي ضل بالبيت، ما كان صار له شيء. أمي أبي شو صار له قليلي؟ طعنوا بسكين لأبوكي. لقوا مطعوم بالتاكسي، كان غاطت على قلبه. عم يقولوا إنه خسر دم كتير على طريق الغابة لوحده هالمسكين. وهلأ هو كيفه؟ عمر، عمر حبيبي وقف. تعال تعال. روح أنا ما بدي. خلص حبيبي، خلص بعتذر. خلص طول بالك، خلص أنا بعتذر، سامحني بس ما بقدر روح. كل اللي قلته كان معك حق فيه، كل شي كان ذنبي أنا. أنا سبب هالمصايب كلها، أنا سببها. يلا يا عيوني، يلا انزلي. روح على بيتك انت امير، انا بحل الموضوع. معقول هيك؟ خليني انزل واستنى. لا مو مشكلة، انا رح وصلها على بيتها وبعدين رح اطلع وروح. ماشي؟ معناتها اذا صار شي منتحكى. روح انت، مع السلامة. ماشي. خلص خلص، ما صار شيء. على مهلك، يلا مرقت. رح تكون جنبي دائما، وأنا بأسوأ حالاتي لما ببكي ولما بصرخ ولما بستفرغ. هاندا، أنا هاندا، أنا أنت جنبي، أما هو لا، هو جنبه هي. معي عقله بيكون عند فريحة، حتى تخيل انه بعيد ميلادي اخذت دور البطولة كمان فريحة. وجود امه وابوها
واللوحة العائلية الرائعة واللي عم يحضر كل هالشي بإعجاب. أمير خلص خلص خلص، خلينا نطلع يلا.